عبارة أو في مشروع دايما كنت حضرتك بتتكلم عنه، عايزة أعرف وصل لغاية في فين ممر التنمية، أين وصل هذا المشروع؟ والله ده والله عندك حق برضه، لأن ممر التنمية ده في نظري يعني أهم حاجة بالنسبة لنا بالنسبة لمصر. ليه؟ لأن أنا عارف إن إحنا التعداد بتاعنا بيزيد، تعداد السكان بتاعنا بيزيد، وأنا عارف إن إحنا في الفلاحين، أنا أصلنا من الفلاحين، إحنا من قرية اسمها العلة بتاعتنا، أنا من قرية اسمها طوخ الأقلام جنب البلد اسمها السنبلاوين جنب المنصورة في الدقهلية، وأنا عارف وكنا بنروح هناك نقضي كل الصيف هناك مع في القريه عند عمامي وخالاتي واخوالي وكله، ونشوفهم بنعمل ازاي ونشتغل في الغيط ونجمع القطن ونجمع الذره ونشوي ذره في الارض وناكل منه، يعني انا عارف الفلاحين في مصر شكلهم ايه وعايشين ازاي. لابد ان احنا نزيد من مساحه المعيشه اللي احنا عايشينها في مصر، ان احنا دلوقتي بقينا فوق بعض. انا لما بروح القريه النهارده واشوف الناس عايشه ازاي والارض اللي بقت ضاعت تحت المباني بقى اتحسر. يعني زمان كان الواحد بيرمح في الخضره اللي حوالينا، انما النهارده تروح تلاقي الغالبيه العظمى بتاع الارض بتاعتنا نفسها مبني فوقها، ما هيعملوا ايه؟ ما الناس كتله خرسانيه العيال بتتجوز وهيخلفوا وهيعيشوا ازاي؟ فلازم يبقى لهم مكان يعيشوا فيه. فلازم الدنيا نوسع مساحة المعيشة في مصر. فأنا لما فكرت جيولوجيا نوسع مساحة المعيشة إزاي، لازم نعمل مساحة كويسة جدا في الأرض المستوية غرب النيل، ودي جيولوجيا مهمة جدا. ليه؟ لأن شرق النيل لا يمكن، عندنا جبال وودية ولبخ وحتة طالعة وحتة نازلة وحتة طالعة وحتة نازلة، إنما غرب النيل مستوي. فعندنا غرب النيل مستوي، فين الحتت اللي احنا نقدر نتوسع فيها؟ فلقيت إن احنا عندنا قرب النيل على طول مساحة 10.5 مليون فدان، احنا اللي عايشين فيه 7.5 مليون فدان، يعني ازود مساحة مصر مرة ونص زيادة، مرة ونص زيادة، مش بس الثلاثة دول، لا ده مرة ونص زيادة، مرة يعني ونص زيادة. بدل 7 يبقى عندي 17.5. لا 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 مش 7 4 انا اسف 24.5، لان 7 و14 يعني يبقى حاجة 20، معناها ان انا يبقى عندي مساحه للشباب اللي عايز يتجوز ويخلف وياخد حته ارض، اللي واحد عايز يعمل مصنع واللي عايز يعمل مدرسه. انت تروحي في بلادنا وتلاقي مثلا المحافظ عايز يعمل مبنى جديد او بيفتحوا جامعه جديد، بيبنوها في احسن حته زراعيه في المدينه، يعني كل الحاجات اللي منها، والحكومه نفسها اللي بتبني في احسن ارض زراعيه، وبياخدوا الارض دي طبعا ببلاش من او خرب ببلاش من الفلاحين، ويبنوا في المحافظه عايز يبني مدينه ترفيهيه، المحافظه عايز يبني نادي، المحافظه عايز يعمل كده، رئيس الجامعه عايز يعمل توسع كده، وده كله في الارض الزراعيه حرام. فانا قلت فين الارض المستويه اللي نقدر نوسع فيها؟ فلقيت ان احنا عندنا في منفذ من حوالي 15 بلد منهم غربا هنقدر نفتح مساحه قد المساحه اللي احنا عايشينها مره ونص اضافي. فدي هي دي اللي تعملها، بس انا ما اقدرش اعمل كده الا اذا كان عندي وسيله للمرور وكهرباء ونور وكل ما هتقوم ميه، معناها ايه؟ ان انا لازم افتح شارع الاول طريق عشان السيارات والنقل وكذا، وجنبه بتاعه كهرباء، وجنبه انبوبه ميه عشان الناس اللي هتفتح اوتيلات وهتفتح مطاعم وكذا على الطريق ده. فده الممر ده اسمه ممر التنميه. ليه؟ لانه يعني مفتاح لتنميه مصر مستقبلا. اسكندريه ممكن تختفي فعلا يا دكتور زي ما بيقولوا؟ لا 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 لا، بعد ما اسكندريه ايوه مستوى البحر ارتفع، بس بيرتفع احنا بنقيسه بالمليمترات دلوقتي، فافرض انه هيرتفع بالسنتيمترات وارد، حتى لو استطلع لعد متر وارد، انما انه انما هيطلع ل 10 متر عشان يغرق بلد زي اسكندريه مستحيل. لن تختفي اسكندريه. لا لا، دكتور فاروق الباز يؤكد. لا لا لا، طيب امكانيات لا لا وجود مياه جوفيه في مصر؟ الحمد لله ان احنا عرفنا علميا ان الصحراء بتاعتنا دي ما كانتش صحراء زمان لاسباب عده جيولوجيه احنا عارفينها، وبعدين بقت تصحرت، يعني الجو فيها قل
وكان بتنزل فيها امطار غزيره زمان وكان فيها بيقولوا فعلا الصحراء الغربيه أنهار. كانت غابات خضراء او في مساحات خضراء فعلا، مش 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 غابات، كانت سافانا. كانت سافانا يعني فيها حشائش، مش مش اشجار، حشائش كثيره، وكان فيها نعام، ولقينا فيها بيض قشر نعام وحاجات كثير جدا. فكان فيها ما يسمح للمعيشه قبل 11000 سنه. امال ايه اللي حصل وخلاها صحراء؟ أنا في نظري شخصيا أنه ده جزء من أن قارة أفريقيا بأكملها كانت بتنزح شمالا، بتبعد يعني وبتبعدنا عن خط الاستواء اللي فيه الأمطار. لأن احنا عارفين جيولوجيا أن قارة أفريقيا مشيت شمالا في قديم الزمن الجيولوجي، وعشان كده هي اللي عملت جبال الألب، لأنها خبطت في قارة أوروبا وعملت وعصرت الصخور فعملت جبال الألب بالشكل ده، لأنها ماشية شمالا. فلو كانت المشية شمالا دي استمرت شوية كده لحد من 100000 سنة ولا حاجة، فممكن جدا أنها تكون بعدت شمال مصر عن الأمطار، اللي هي الأمطار الموسمية اللي بتيجي كتير في ولما تقل الأمطار يبتدي المناخ يجف وتبتدي الصحراء تتكون.